بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيون الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده هنعمل لكم حاجات نتمنى يا رب انها تعجبكم ويكون طعمها حلو وجديده. هنعمل حشوه النهارده للكالاماري مختلفه، تحس ان انتوا قاعدين في ارقى مطاعم ايطاليا بتاكلوا الحشوه دي، بس لما يجي وقتها. اما دلوقتي هنعمل شوربه برضو حلوه قوي من ايطاليا، هي شوربه خضروات باللحمه والرز. تعالوا نشوف مقاديرها وبعد كده نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي نص كيلو من اللحمه، لحمه حمراء سلقناها في ميه، وبصل وجزر وكرات وكرفس وورق لورو، شويه ملح صغيرين في الاخر. اقول تاني، عندي نص كيلو من اللحمه سلقناها في بصل وجزر وميه وكرات ورق لورو وشويه ملح في الاخر، وبعد كده صفيناها. خدنا الشوربه والنص اللحمه قطعناه مكعبات صغيره، وعندي بصلايه وثلاث ارباع كوبايه من الرز الابيض العادي، وعندي كمان ثلاث ثمرات كرات وجزرتين متقطعين مكعبات صغيره وفصين ثوم ومعلقه صلصه طماطم، وقلنا ثلاث كوبايات من مرق السلق وقرن فلفل حامي ومعلقه عصير ليمون. تعالوا تاني نشوف المقادير علشان خاطر الشوربه دي حلوه قوي، واحنا قلنا لكم هنعمل طول الاسبوع ده شوربه ولغايه الجو ما يدفى شويه هنعمل شوربه، يعني الاسبوع الجاي برضو نعمل شوربه ان شاء الله. اول حاجه عندي زي ما قلت نص كيلو من اللحمه المسلوقه زي ما انتم شايفين متقطعه مكعبات، وثلاث كوبايات او ثلاث ارباع لتر من مرق السلق، وعندي كمان بصلايه مفرومه وربع ثلاث ارباع كوبايه من الرز المغسول ورز المصري، وعندي ثلاث عواد كرات وكمان ثمرتين جزر متقطعين مكعبات صغيره وفصين ثوم ومعلقه صلصه طماطم وقرن فلفل حامي ومعلقه عصير ليمون. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هناخد معلقه زبده ونحط عليها البصل، انا حاطط في حاجه واسعه عشان تشوفوا الشكل، بعد كده هننقلها في الكازرونه بتاعتنا او في الحله بتاعتنا، ونحط عليها كمان الجزر كله نايف نايف، ونحط الكرات والرز وكمان الثوم والفلفل الحامي ونقلب كل ده مع بعضه. هقول تاني، حطينا معلقه زبده، حطيت عليها الرز وحطيت عليها كمان البصل والجزر والكرات والثوم، كله بنقلبه مع بعض اهو. ليه؟ علشان كل الحاجات دي تاخد النكهات من بعضها، كل الحاجات دي تاخد النكهات وفي نفس الوقت تستوي شويه. جميل. بعد كده هنضيف عليها اللحمه المستويه، لان انا عايزها تبقى مستويه خالص، اللحمه دي مستويه بس برضو هنسخنها عشان تستوي معاها. كل الخليط ده هناخده نجيب هنا الكازرونه بتاعتي نحطها على النار ونحط المرقه بتاعتنا، شايفين تركيز المرقه اهي بالبهاريز بتاعتها على النار تغلي، وبعد ما تغلي معايا المرقه على النار هناخد الخليط ده كله اللي هو تاني هذكركم بيه، معلقه الزبده عليها بصلايه كبيره وعليها كمان الجزر وعليها الكرات واللحمه والرز والثوم، كل ده ما ضفناش لسه اي اضافات من المنكهات اللي احنا هنحطها. بعد ما نخلص ده كده ونحس ان الرز بدا وفي قرن فلفل حامي بدا الرز بتاعنا يسخن ويتاقلم مع الجو اللي احنا شايفينه ده، هندي شويه ملح صغيرين عشان الخضروات دي، لان المرقه بتاعتي فيها اساسا ملح. وبعد كده ما تنسوش ان انا عندي ليمون وصلصه طماطم، اخر حاجه هنضيفها الليمون ده. بعد ما خلصنا كده هنعمل ايه؟ هناخد ده نحطه على المرق بتاعنا، وبعدين بعد ما نفضيه خالص كده نسيبها لما تغلي مع بعضها، وتبدأ نوطي عليها النار ونسيبها لغاية ما توصل لدرجة التسوية، مش بتاعت الخضروات، اللحمة مستوية والخضروات مش هتاخد الوقت ده كله، ولكن درجة التسوية بتاعت ايه؟ بتاعت الرز، لأن احنا حطينا الرز ني يدوب غسلناه وحطيناه اهو، وحطينا صلصة الطماطم، نقلب كل ده مع بعضه كده ونسيبه بقى، أول ما يغلي نهدي عليه النار ونسيبه على نار هادية لغاية ما الرز يستوي. عايز أقول لكم تاني، درجة نضج الشوربة دي مش في اللحمة ولا في الخضار قد ما هي في كمية الرز الموجودة عندي اللي أنا حاططها دي، أول ما أحس إن هي استوت يبقى خلاص كده الشوربة بتاعتي جاهزة للتقديم. هعمل إيه ساعتها؟ هقوم ضايف عليها عصير الليمون اللي انا حاطه ده في الاخر، لان احنا لو حطينا عصير الليمون من الاول مع الغليان هيبقى فيه نسبه
ذره مراره، فمش عايزين المراره تظهر معانا، لكن احنا عايزين نشرب الشوربه بتاعتنا دي وتكون طعمها حلو جدا وطعم الليمون مايم فيها، ولكن في اخر مرحله بعد ما الشوربه تغلي معايا وتبدا الرز يستوي نضيف عليها الليمون. عشان كده هنستاذنكم هناخد فاصل نهدى على الشوربه، نحطها على نار هاديه، بدات تغلي اهي لغايه ما الرز يستوي ان شاء الله. بعد الفاصل يكون استوى نغرف مع بعض الشوربه بتاعتنا، ولكن بعد فاصل سريع ما حدش يروح في اي مكان عشان تشوفوا خلطه لحشو الكالاماري مختلفه اول مره هتشوفوها. خليكم معانا لبعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد ما عملنا الشوربه بتاعتنا اللي كان قوامها زي ما قلنا رز وجزر ومرقه لحمه ولحمه كمان مسلوقه وكرات وكمان ثوم وفلفل حامي وعصير ليمون وصلصه طماطم، وده بدات تستوي. شايفين الرز اهو بدا ياخد درجه النضج، هنسيبه كمان بالظبط دقيقتين ثلاثه وبعد كده نروح نضيف له الليمون ونغرفه. ولكن على بال ما نغرفه هنقول مقادير الحشو بتاع الكالاماري. عندي كالاماري محشي بالسجق، بالسجق احدث طبق ايطالي موجود. لما بقول لكم احدث طبق ايطالي يبقى احدث طبق ايطالي. انا عندي كيلو من الكالاماري البلدي، انا عامه لما بلاقي الكالاماري البلدي ده بشتريه. شايفينه اهو، عندي كيلو من الكالاماري البلدي، انا مخلي واحده باللون بتاعها عشان اشيلها قدامكم، يعني كله نظفته وشلت كل الزوائد اللي فيه، حتى شلت الروس بتاعته ونظفتها لان فيها جواها حبره اسمر، لو سبتوه هيخلي لون الكالاماري اسمر، فلازم يتنظف كويس جدا جدا. الحبر ده ممكن تحتفظوا بيه وتعملوا منه نوع من انواع المكرونه، واحنا عملناه على الهوا مره. هقول تاني مقاديرنا: كيلو من الكالاماري البلدي، 3 ارباع كيلو من السجق الاسكندراني او اليوناني، 3 ارباع كيلو من السجق الاسكندراني او اليوناني، وعندي كمان رشه شطه وقرن فلفل احمر، قرن فلفل احمر رومي، وعندنا نص كيلو من رؤوس الكاليماري، هنوصل عندها دلوقتي اوريكم شكلها، يعني اللي احنا نضفناها من الحاجات السمراء، وثلاث فصوص ثوم وثلاث بصلات خضر ومعلقتين بقسماط ومعلقتين من الكزبره الخضراء ومعلقتين عصير ليمون وثلاث معالق زيت زيتون وكوبايتين من عصير الطماطم المصفى. ضربنا الطماطم في الخلاط وصفيناها. اقول تاني المقادير بسرعه علشان الموضوع ده طعمه هيعجبكم قوي. اول حاجه هنا عندي كيلو من الكالاماري، 3 ارباع كيلو من السجق الاسكندراني اللي هو السميك اللي انتوا شايفينه ده، او السجق اليوناني، والاثنين موجودين في الاسواق الكبيره. عندي كمان رشه شطه و قرن فلفل احمر مفروم، قرن فلفل احمر مفروم، وكمان ثلاث فصوص ثوم ونص كيلو من رؤوس الكالاماري اهو، رؤوس اهي شايفينها، او التنظيف بتاعنا اللي احنا خدناه هوريه لكم دلوقتي. وكمان عندي هنا ثلاث فصوص ثوم وثلاث ثمرات بصل اخضر ومعلقتين بقسماط ومعلقتين من الكزبره الخضراء، معلقتين عصير ليمون، واخيرا ثلاث معالق زيت زيتون وكوبايتين من عصير الطماطم المصفى. ضربناه في الخلاط وصفيناه. اول حاجه هناخد كده في بوله الخليط بتاعنا، شايفين السجق ده بيبقى حواليه غلافه كده، هشيلها عشان انا عايز اللحمه اللي جوه بس اهي، بنشيلها كده بالايد اهي ونحطه كده جوه البوله بتاعتنا، ونضيف عليه كل المقادير التانيه بس بعد ما نفرمه كده. يا مدام نيفين، ايوه اهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ انا بخير طول ما انتم بخير. الله يسلم ايديك على الحاجات الجميله أشكرك. اللي انت بتعملها. اشكرك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. من فضلك انا عايزه منك دلوقتي تقول لي اسهل طريقه لتقشير ابو فروه. حنيا، امبارح انا عملت الحلقه كانت بتاعت ابو فروه المارون. يعني حضرتك لو شفت الحلقه هقول لك. حاضر، هقول لك. عينيا، حاضر حاضر، تحت امرك. حاجه تانية، سؤال تاني، بشكرك على اتصالك. وانا عملت ايه بقى؟ حطيت السجق مع الفلفل مع الشطه مع البصل الاخضر والثوم، وكمان كله بفرمه مع بعض اهو، واخيرا هضيف عليه رؤوس الكالاماري، وناخد كل ده نعمله خليط واحد كده، والبقسماط طبعا، ونفرمه فرمه تانية عشان ده هيبقى الحشو بتاع الكالاماري. هقول تاني، خدنا السجق مع الفلفل والكزبره والبصل الاخضر والثوم
وكمان رشه الشطه، كل الحاجات دي قلبناها مع بعض اهي. عايزين نضيف بس شويه صغيرين من الملح والفلفل عشان تبقى الحشوه مظبوطه، وناخده نعيد فرمه تاني، نعيد فرم السجق ده تاني ونشغله كده في المفرمه مع زي ما قلت رؤوس الكلاماري، مع رؤوس الكلاماري. شايفين ادي الحشوه بتاعتنا اهي طالعه قدامنا زي الفل. جربوا يعني، انا دايما لما اقول لكم جربوا حاولوا تجربوا. انا عايز اقول بس المدام نيفين على التأشير ابو فروه، لو انا هقعد ازقزه كده بالليل في الجو البارد ده، هناخد ابو فروه نغسله ونعمل فيه بالسكينه فتحه صغيره من اي اتجاه، فتحه صغيره من اي اتجاه. وهقول لكم ليه، لان انا لو ما عملتش الفتحه دي وحطيته في الفرن هيفرقع، يعمل زي القنبله في الفرن ويعمل لي مشكله. فانا لما بعمل الفتحه دي الهواء اللي جواه اما بيملاه يملى الغلاف الخارجيه دي، بيخليها تبقى ما تفرقعش يعني. ده لو هقعد ازقزه كده زي ما بقول لكم، ادخله الفرن لمده ربع ساعه هيطلع تلاقوه كله فتح، اخده اقشره ويتاكل يبقى جميل جدا. اما لو انا هعمله مارون، امبارح عملناه وجبنا ابو فروه غسلناه ومن غير ما افتحه بقى، حطيته في ميه بتغلي، في ميه بتغلي لمده ربع ساعه، وبعد كده خدته قشرته بالسكينه بس برفق، جواه غلافه خارجيه داخليه تاني، جواه غلافه داخليه تاني. صفيت الميه دي وقمت مغير له الميه وحطه تاني على النار لمده ربع ساعه، وبعد كده قشرت الغلافه الداخليه تاني، وبعد كده غيرت له الميه تاني وضفت عليه لتر ميه على الكيلو وحطيته على النار تاني يغلي غلوه. واول ما بدا يغلي نزلت عليه نص كيلو سكر، سبته يغلي غلوتين ثلاثه كده، وقمت شايله كده بالكزرونه بتاعته ركنه لتاني يوم. تاني يوم حطيته على النار وضفت عليه نص كيلو سكر تاني، غلى غلوتين ثلاثه وقمت شايله وركنه تاني بره. تالت يوم قمت جايب نفس السائل حطه تاني على النار وضيف له نص كيلو سكر تاني وسبته يغلي برضه شويه لغايه ما بقى الصوص بتاعه عامل زي السيرب التقيل. وتلاقوا ابو فروه استوى، لما تيجوا تدوسوا عليه تلاقوه استوى خالص. ده طريقه عمل المارون جلاسيه. بعد كده الجلاسيه بتاعه الابيض عباره عن بياض بيضه مع كوبايتين من السكر الباودر، بقلبهم مع بعض واغطسه فيه واسيبه يتجمد ينشف، وبالهنا والشفا. شايفين الغلافه الحمراء دي لما بعمل دي كده بتتشال اهي، بمنتهى السهوله. عايزين تخلوها بيها مفيش مشكله، يعني بره في دول ما بيشيلوهاش، يعني في اوروبا ما بيشيلوهاش، بيخلوها كده. لكن احنا طبعا لو حابين تشيلوها بتتقشر بمنتهى السهوله اهي. وفي حتتين كده زي الاجنحه هناخدهم علشان نفرمهم مع زي ما قلنا مع الاكله بتاعتنا. بعد كده هنعمل الكلاماري ده، هنعمل الخلطه بتاعتنا كده زي صباع الكفته. شايفين اهي، اظن ما فيش اسهل من كده. ونجيب الوحده الكلاماري نفتحها وندخل صباع الكفته ده جواها بس يكون كده، ونحشيها. بدل ما هقعد احشي حشوات كده واقعد احط بصباعي كتير وممكن ما تتحطش، ما توصلش معايا. المهم عايز اقول لكم حاجه، ان الكلاماري المقفول ده بيبقى جواه حته كده زي العضمايه لازم نشيلها، وننضفه من جواه كتير قوي، ننضفه من جواه كتير قوي لان بيبقى جواه ساعات شوائب كده وحاجات رمليه. اهو بضغط بايدي لغايه ما اوصل لاخرها اهو، واعمل تاني احشي تاني لغايه ما احشي كل الكميه. بعد ما احشي كل الكميه هعمل ايه؟ واحنا بنحشي كده هنجيب كزرون او نجيب مثلا طاسه نحطها على النار عشان نغلي فيها هنا الطماطم بتاعت المعصوره ومتصفيه مع شويه زيت الزيتون. سيبهم يغلوا غلوه واحده بس، غلوه واحده بس، وبعد كده اضيف لهم عصير الليمون علشان هرص الكلاماري المحشي ده جوه البايركس بتاعنا ونغطيه بالصوص ده وندخله الفرن. هقول تاني بعد ما نخلص هنحط الصوص ده على الكلاماري وندخله الفرن يستوي، بس لازم نملاه كده. هقول لكم ليه، لان عندي اصلا السجق الاسكندراني ده او اليوناني بتبقى فيه نسبه دسم شويه، اول ما يحس بالنار او يخش يعني تحس يعني يسخن هتلاقوا الدسم ده بيطلع بره، عشان كده هتلاقوه بيضم معانا والكلاماري بيكرمش او بيكش. يا مدام ناديه. نعم اهلا بيكي. اهلا بيكي.
اتفضلي. ايوه شيفري، في بسكوت بالمربى حضرتك عملته امتى يا فندم بس قولي لي؟ الاسبوع من كام يوم؟ الاسبوع اللي فات تقريبا. طب حضرتك مش حطيت لي عليه ولا بيكنج باودر ولا بيض؟ ولا لا، ما فيهوش بيكنج باودر خالص، في بيضه ولا بيض؟ لا في بيضه تقريبا، العجينه فيها بيضه. انا صورتها ما لقيتش بيض، ما لقيتش بيض كمان، بس لقيت فانيليا. طب نجيبها نطلعها دلوقتي لحضرتك حالا. شكرا يا حاجه ثانيه، بشكرك على اتصالك يا نقلي. الاسبوع اللي فات عملنا بسكوت بالمربى، طلعه لها كده لو كان فيه. الله يخليك يا حبيبي، اهو لازم نملى جامد كده اهو، ما تخافوش الخليط ده مش هيطلع بره الحشو اهو. ادي اول واحده، وناخد الثانيه وناخد الثالثه، بس زي ما قلت نعمل صباع كفته رفيع كده. ليه بقى؟ عشان اما اجي افتح الكلاماري تخش كده كلها سليمه، وبعد كده اضغط اهو. نفتح الراس كده وندخل بالراحه لغايه اخر حته، وبعد كده ادخل بصباع عادي اهو، سهله ما فيهاش حاجه خالص. هنحشي كل الكلاماري ده، وبعد كده نغطيه بالصوص اللي بيغلي اللي عليه زيت الزيتون، ونديله عصير الليمون، وندخله الفرن يستوي معانا. مش هياخد وقت خالص في التسويه، ان شاء الله نطلعه لكم، ولكن ده كله هنشوفه امتى؟ بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل سريع، ما حدش يروح في اي مكان، عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد فقط على تلفزيون الحياه. ولكن بعد فاصل سريع، لما نرجع من الفاصل ان شاء الله نغرف الشوربه وكمان نغرف الكلاماري، وهنعمل لكم نوع بسكوت حلو قوي انا دقته في مكان، صممت ان انا اعمله لكم واعرف لكم هو ايه، والحمد لله عرفت هو ايه. هنعمله مع بعض ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد ما غرفنا الشوربه اللي قوامها رز ولحمه وخضوات ومرقه وحاجات كتير قوي. ده بس شويه من البقدونس كده، واحنا سيبناها لغايه ما الرز استوى. عايزكم بس تجربوها، هتعجبكم جدا 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 كمان مره. تعالوا بقى نعمل مع بعض البسكوت على بال ما الكلاماري المحشي يستوي. احنا حطيناه في الفرن، وبعد ما يخش في السوى هاخده احطه تحت الشوايه شويه عشان خاطر لونه يبقى كانه جريل، مع صوص الطماطم وعصير الليمون اللي احنا حطيناه اهو. انا نسيته، كله قدامكم اهو. وهنروح نسيبه يغلي مع بعضه زي ما قلت. صوص الطماطم اما يتضرب في الخلاط نصفيه عشان يبقى ما فيهوش اي شوائب. يا شهد، الو. الو ازيك يا شهد، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضلي. انا كنت عايزه اسال حضرتك على طريقه عمل البقلاوه. حاضر من عينيا. ايه تاني؟ حاجه تانيه؟ لا، بشكرك على اتصالك وهقول لك على البقلاوه عينيا. حاضر، اللي هي لقمه القاضي. تعالوا مع بعض نشوف البسكوت، اسمه بسكويت ماجيك. انا طبعا كلته في حته عجبني، وانا لما تعجبني حاجه لازم اقول لكم عليها وتجربوها. مقاديره بسيطه وطريقته اسهل بكتير من اي حاجه. اول حاجه عندي من مقادير البسكويت الماجيك ده، كوبايتين بسكويت مفروم، كوبايتين بسكويت اللي هو بسكوت الشاي، ممكن يكون النوع اللي فيه النخاله، مش عايزين نقول اسماء على الهوا، ممكن يكون العادي البسكوت العادي. عندي نص كوبايه زبده، وهنعمله زي التشيز كيك، هنخلط الزبده مع البسكويت. هقول تاني، نص كيلو من البسكويت المفروم، ونص كوبايه زبده، وكوبايه جوز هند مفروم، كوبايه جوز هند مفروم، وكوبايه من العين الجمل المجروش، ونص كوبايه شوكولاته مبشوره، وعلبة لبن مكثف محلى، وهيجمل بالكاكاو. هقول تاني المقادير لان الموضوع كله تركيبه مش اكتر من كده، ما فيهوش تكنيك، لكن هو طعمه عجبني قوي فقلت لازم تستفادوا من البسكويت ده. تقريبا بسكوت نوعه مكسيكي او برازيلي عشان بس مش متذكر بالظبط، بس هو طعمه رائع. باكيتين بسكويت، نص كوبايه زبده، هناخدهم مع بعض كده على طول. البسكوت مفروم او مجروش والزبده اهي، وندعكهم مع بعض لغايه ما يعملوا معايا خليط زي الديسك بتاع التشيز كيك. وبعد كده كوبايه من جوز الهند المفروم، كوبايه من جوز الهند المفروم، وكوبايه من عين الجمل المجروش، ونص كوبايه شوكولاته مبشوره، وعلبه من اللبن او اللبن الحليب المكثف المحلى، حليب مكثف محلى. وهقول لكم دلوقتي هنعمله ازاي كل البسكوت ده. اللي عايز يعمل حليب مكثف محلى في البيت بياخد وقت شويه في التسويه، ولكن هو سهل ما فيهوش حاجه خالص. بنجيب لتر لبن نحطه على النار، ونحط عليه 3 أرباع كوبايه زبده تسيح معاه، ونحط له كوبايتين من السكر الباودر، ونسيبه يغلي مع بعض غلوتين ثلاثه كده على نار هاديه، يعمل معانا لبن مكثف محلى.
طريقه سهله قوي. بعد ما خلطنا ده كله مع بعض اهو اهو كاني بعمل الديسك بتاع التشيز كيك بالظبط. هنجيب فورمه مش من غير دهان يا سعد، ما فيش مشكله لان فيها زبده اهي، وناخدها نثبت البسكوت ده تحت في الطبق بتاعنا او في الصينيه اللي هندخلها الفرن. ممكن تكون بايركس، ممكن تكون صينيه زي دي، اي حاجه انتوا عايزينها مفيش. بصوا انا بكلمكم على حاجه سهله النهارده قوي، وعايزكم تجربوها، طعمها زي ما بقول لكم عجبني قوي، عشان كده حبيت ان انتوا تعملوها بمنتهى السهوله اهو كده. وعرفت اسمه كمان، يعني جبت لكم اسمه بسكويت ماجيك، بسكويت الماجيك. بعد ما فردنا كده البسكوت اهو بيبقى بسمك نص سنتي، هنضغط عليه بالايد وبعد كده هنسويه. نضغط عليه كده بالايد اهو، بعد كده هسويه بالاسباتول ده عشان خاطر يبقى الديسك كله متساوي، ما تبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه اهو كده. نضغط. بعد ما ضغطنا كده هنرش اول حاجه جوز الهند المبشور على الوش، اول طبقه، ونفردها. وبعدين نجيب عين الجمل المجروش نفرده عليها، تاني طبقه. اظن في اسهل من كده، مفيش اسهل من كده، موضوع سهل قوي، بس انا عايزكم بجد تجربوه. وامانه لما تشوفوا طعمه قولوا لي عامل ايه، يعني طعمه بالنسبه لكم كان زي ما عجبني ولا لا. وبعد كده نحط نص كوبايه الشوكولاته المبشوره على الوش. مين معانا يا مدام هدى؟ مساء الخير يا شيف. مساء الخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. ازاي صحتك؟ انا بخير والله لما بسمع صوتكم. ميرسي دايما يا رب. الله يخليك. لو سمحت انا فتحت متاخر، كنت عايزه اعرف الشوربه عملتها ازاي. انا يا حاضر. تسلم عينيك. حاضر. ميرسي قوي قوي. تحت امرك. حاضر. اشكرك على اتصالك وهقول لك الشوربه عملناها ازاي. هنا بقى اللبن المكثف ده ننزله يملى على الوش كله كده، شايفين؟ ناخد الحروف الاول وبعد كده نخش على الحتت اللي في النص. ليه؟ علشان هو اول ما يخش على النار هيسيح ويملى اصلا كده كده، لكن انا عايز املاها كل المساحه بتاعتي كده. مش هألعب في اي حاجه، يعني ايه؟ يعني مش همشي المعلقه عشان تفرد معايا حاجه، هو اول ما هيسيح هيملى كل الحتت الفاضيه الموجوده عندي، لكن انا بنزل اهو بملى لغايه ما يملى معايا خالص، وهسيبه مش هدخله الفرن لمده ثواني عشان يريح فيملى معايا الحتت الفاضيه دي. ليه؟ لان انا لو عملت بايدي كل الحاجات الجافه كلها هتتلم معايا، فانا مش عايزه يعمل معايا كده. بعد كده هدخله الفرن على درجه حراره 200 لمده 12 دقيقه تاني. انا مش عايز اسوي حاجه جواه، انا عندي البسكويت مستوي والزبده ما فيهاش حاجه وكله كله كله، لكن انا عايزه ياخد ويدي الخليط عشان يتماسك فقط، فعشان كده هدخله الفرن 12 دقيقه فقط بعد ما كله يملى كده المسام ويملى الحته الفارغه الفاضيه دي. مين معانا يا مدام ميمي؟ من الجيزه. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا مدام ميمي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي. حضرتك عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم. السؤال الاول، لو انا بعمل كيكه وبحط فيها الزبيب وبلح ومكسرات وحاجات كده بتقع تحت، ازاي اعملها؟ حاضر. السؤال الثاني، عندي كبده وقوانص برضو اعملها كده. حاضر. السؤال الاولاني مهم جدا ولازم نقول عليه في ساعتها. لو احنا بنحط حاجات من الحاجات الدراي الناشفه، الفواكه المجففه، او بنحط زبيب، او بنحط ماده تكون كثافتها اعلى، يعني اعلى من كثافه العجينه نفسها، فاول ما احطها العجينه طريه هتقوم ساقطه تبقى في الارضيه بتاعه البايركس او العلبه او قصدي سوري الفورمه اللي انا بحط فيها الكيكه. هعمل ايه؟ هجيب الخليط بتاعي ده لو كان زبيب او بلح او مشمش او اي حاجه مجففه او فواكه مجففه، واعفره بالدقيق، اخلطه بالدقيق جامد جدا، بعد كده انفضه من الدقيق ده، واخر حاجه اضيفه على الكيكه بعد ما اعملها واقلبه تقليبه واحده، هتلاقوه بيلزق جوه الكيكه ما بينزلش تحت.
دي النصيحة الأولانية. أما الكبد والقوانص فهنجيبها ننضفها كويس قوي. الكبد لها طريقة والقوانص لها طريقة، يعني أتمنى إن احنا لما نعمل القوانص نعملها لوحدها لأنها بتاخد وقت كتير جدا في التسوية غير الكبدة، والكبدة لوحدها. اللي عايز يعملها مع بعضها مفيش مشكلة، بس هناخد القوانص ننضفها ونسلقها الأول شوية في شوية مية فيها بصلاية وجزراية كده وشوية منكهات علشان تطلع تسويها أصلا تبقى بدرجة التسوية اللي لما اضيف عليها الكبده ما تتهريش معايا الكبده وهي لسه القوانص نيه. بعد كده هنجيب بصلايا ونجيب مثلا فصين ثوم وشويه بهارات ومعلقتين عصير ليمون ومعلقتين خل، نشوح كل ده مع بعضه ونديله شويه صويا صوص، لو حابين تديله شويه كريمه هتبقى روعه بالهنا والشفا. هناخد معانا اتصال، مين معانا؟ يا استاذه ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيف يسري، اتفضل. من فضلك اتفضلي يا فندم. عملت القرنبيط وبعد ما عملته صينيه بالبشاميل القرنبيط لقيت الصينيه فيها ميه فمش عارفه ايه سبب الميه. هقولك. انا ما حمرتوش، انا سلقت. هقول لك حالا. يعني سلقت نص سل. هقول لك طريقته ايه بالظبط. حاضر. طب في سؤال تاني ولا حاجه؟ لا مش كده قوي. العفو يا فندم. القرنبيط والكوسه من الخضروات اللي فيها نسبه ميه، يعني انا بسلق القرنبيط او بسلق الكوسه بعد ما اسلقها عشان خاطر تحافظ على لونها باخدها بسرعه على ميه بتلج وبعد كده اصفيها من الميه خالص ومن التلج واحطها في مصفى وما استعملهاش غير بعد ما تنشف خالص سواء كان القرنبيط او الكوسه. ليه؟ لان احنا عاده وحضرتك عملت كده، سلقت القرنبيط خدتيه زي ما هو كده بميته وقمت حطاه في البايركس وحط عليه البشاميل، فهو في ميه في ماده سايله جوه القرنبيط غير الميه اللي كانت موجوده في الحاجه اللي انت طلعتي فيها. فرجاء ان انت بعد ما تسويه طلعيه على ميه بارده يبرد وبعد كده بس بيبرد تاكد انه برد وبعد كده صفيه بمصفى وسيبيه لغايه ما يصفي ميته خالص وكذا وهكذا الكوسه لان بتبقى فيها نسبه ميه. تعالوا نقول الشوربه سريعا وبعد كده ناخد الفاصل ونوريكم شكل البسكويت وشكل الكلاماري. انا نسيته، هو كده استوى والله مش عايز اقول لكم الريحه، انا بفتح شميت ريحه مختلفه. احنا متعودين ان احنا نحشي الكلاماري ده بحشوات احنا بنعملها زي حشوه الرز او انا نعمله بالسفود، ولكن شايفين ده بقى حاجه جديده خالص خالص. هنقطع منه شويه وهوريكم شكله عامل ازاي، ولكن بعد ما نجاوب على الشوربه. الشوربه انا كنت جايب نص كيلو من اللحمه سلقتها في بصل وجزر وكرفس وورق لورو وكمان شويه ملح صغيرين، بعد كده خدت المرقه لوحدها وخدت اللحمه سبتها تبرد شويه وقطعتها مكعبات، وكان عندي 3 ارباع كوبايه من الرز، 3 ارباع كوبايه من الرز وبصلايه، وكمان عندي 3 عودان من الكرات مفرومين وجزرتين متقطعين مكعبات وفصين ثوم ومعلقه صلصه طماطم وقرن فلفل حامي ومعلقه عصير ليمون. بمعلقه زبده شوحت البصل والجزر والثوم وكمان الفلفل الحامي وبعد كده نزلت عليه بالرز ونزلت عليه باللحمه وحطيت عليه صلصه الطماطم ونزلت عليه بالشوربه، كله استوى مع بعضه. ايه اللي بياكد لي ان الشوربه دي استوت؟ ان الرز بتاعي بيستوي. بعد كده بقدمها بالشكل اللي انتم شايفينه ده في الجو البارد دوت وبالهنا والشفا. الكلاماري عملنا له حشوه مختلفه هنقول عليها، ولكن بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل نشوف الكلاماري هنقدمه ازاي وبعد كده نشوف البسكويت بتاعنا عامل ازاي وبالهنا والشفا. ورجعنا لحضراتكم بعد ما غرفنا الكلاماري بالشكل ده. شايفين انا قطعت واحده كده عملتها ديكوريشن وبعدين غرفت 3-4 في الطبق بالهنا والشفا. جربوه ارجوكم جربوه بالسجق، ما لقيتوش سجق اسكندراني اعملوا سجق بلدي، يعني حاولوا بس تفرغوه من الحشو بتاعه عشان تاخدوا اللحمه اللي جواه بس. نو كومنت. وادي البسكويت بتاعنا اللي احنا عملناه والبسكوت التاني في الفرن هوريه لكم. كل اللي انا هعمله هعفره بشويه من الكاكاو اهم عشان بس يبقى فيه طعم الشوكولاته باين، وهنا كمان وناخد معانا مدام هيام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله وسلم ايدك يا شيف على الافكار النيره بتاعتك. الله يخليكي الله يكرمك. مدام هيام انت اسكندرانيه؟ انت اسكندرانيه صح؟ ايوه. طيب هتلاقي السجق الاسكندراني ده. نعم. هتلاقي السجق الاسكندراني ده جربيه.
ده جميل جدا يا شيف. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. سلم ايدك يا شيف، ربنا يخليك، من وقفتك الحلوه دي. الله يبارك فيك، ربنا يديك الصحه والعافيه. اشكرك، اشكرك، ربنا يخليك، ربنا يكرمك. اتفضل لك سؤال ولا حاجه؟ الشوربه يا شيف بعد اذنك. حاضر. قلت لك امبارح بس اعرف فيها سعرات عشان انا بحب الكرنبيت قوي. والله انا نسيتك، انا هبعت هجيب حضرتك تليفون الدكتور ونتكلم، اصل انا ما اقدرش. شكرا يا شيف. افتي في حاجه مش اختصاصي. بشكرك، ربنا يخليكي، بس عايز اقول لكم ملحوظه صغيره، ان انا مش طبيب. انا ممكن اكون عارف ايه اللي اخف في الاكل، ايه الخفيف في الاكل، ولكن انا ما اقدرش اقول ده فيه سعرات حراريه قد ايه وده فيه سعرات حراريه قد ايه الا لما ادرس، وانا طبعا ما عنديش وقت ادرس بصراحه غصب عني، لان انا خلاص الواحد عجز قوي. لكن عايز اقول لكم ان انا هسال دكتور احمد واشوف الشوربه بتاعه الأرنبيت كان فيها سعرات حرارية قد إيه؟ وإيه رأيكم من الأسبوع اللي جاي نوعدكم إن إحنا نحضر اليوم الطبي ونكتب جنب الأكلة دي فيها سعرات حرارية قد إيه؟ بسيطة. حاضر من عناية، أوعدكم دي إن شاء الله من الأسبوع الجاي إن إحنا نتوافق مع الطبيب ونقول إن فيها أكلات، الأكلات دي فيها سعرات حرارية قد إيه. حاضر. تعالوا بقى نشوف، كان عندنا أسئلة، كان جالي سؤال عن البقلاوة، أنا قلت لقمة القاضي، معلش بقى الزهايمر بقى، لكن البقلاوة حاجة مختلفة خالص. البقلاوة لو هنعملها صح، لو هنعملها صح، هنجيب كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق، هنحط عليه رشة ملح، وهنحط عليه 550 ملي مية، وهعمله عجينة. طبعا علشان خاطر انا ما بضمنش الدقيق بيكون متخزن صح متخزن غلط، احنا هنحط عليه مية لغاية ما يلم معانا الدقيق. طلع يا سعد كده نوريهم. بعد كده بركنه على جنب يرتاح شوية، وباخده قطعه 12 قطعة، 12 قطعة. وبعد كده بفرد أول واحدة كأني بعمل بالظبط فطير مشلتت، بفردها بس بفردها على كورن فلاور أو نشا، وبعدين أحط فوقها واحدة تانية تكون مفرودة، افرد كلهم، وبعد كده احط من كل واحده، يعني مثلا افرد واحده صغيره كده واحط كورن فلاور، واحط الثانيه قدها وافردها، وافرد 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 وافرد، احط ال 12 طبقه فوق بعض، وارجع افردهم كلهم لغايه ما يبقوا رقيقين خالص زي عجينه الجلاش. بعد كده بقطعهم مربعات، مثلثات، زي ما انتم عايزين، احشيها بالحشوه اللي انا عايزها، واقفلها واحطها في الصينيه، وبعد ما احطها في الصينيه اغرقها سمنه، يعني بغطيها بالسمنه، وادخلها الفرن على درجه حراره 100 لغايه ما تستوي معايا البقلاوه البيضه. بعد كده ممكن تكون محشيه فستق، محشيه اي مكسرات. بعد كده بطلعها اصفيها خالص من السمنه وهي سخنه، اصفيها الاول خالص من السمنه، وبعد كده اضيف لها السيرب بتاعها التقيل، وبالهنا والشفا. لو عايزه تعملي بقى بقلاوه بالجلاش هي نفس الحكايه، بس هتبقى طبقات فوق بعضها. انا شايف ما شاء الله الشوربه اتشربت، وبالهنا والشفا، والكلاماري برضو الباقي خلص، الحمد لله رب العالمين. كان عندنا اسئله تانية يا محمد. الو، احنا قلنا الارنبيط ازاي ننشف الميه. بسكوت المربى هنزله دلوقتي حالا على الشاشه، هو 100 جرام، 100 جرام من الزبده الاول، ده بسكوت الماجيك، هو اسمه كده مش عارف ليه، لكن هو اكله ما ربنا يذكرنا تقريبا برازيلي يا مكسيكي، حلو رائع رائع رائع، جربوه. يعني انا عاده ما بحبش التركيبات، يعني ايه، بحب الحاجه اللي فيها فكر دايما وفيها شغل وتكنيك، لكن اما لقيت اللي هو سهل كده قلت لازم تعرفوه. بسكوت المربى كان عباره عن 100 جرام من الزبده، 100 جرام من الزبده وكوبايه من السكر الباودر، وحطينا حدعكناه يعني قلبناه مع بعض لغايه ما عملوا شويه كريمي كده، وبعد كده نزلت عليه برشه فانيليا وكوبايتين من الدقيق، ولميته بثلاث معالق من اللبن، ده كان بسكوت المربى. فردته وقطعته دوائر كبيره، دوائر، وبعدين كل دايره قسمتها دايره تانية وخدتها مفتوحه وسويته كله الاول، وبعد كده حطيت الاثنين على بعض بعد ما عفرتهم بالسكر الباودر، وحشيت كل واحده شويه مربى، بقى عندي بسكوت المربى. احنا معانا تليفونات يا نولي. يا استاذه نسرين. ايوه، ازيك يا شيف ياسر؟ يا اهلا بيكي، ازاي حضرتك؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم والله يا رب يخليك. انا بتصل اسلم على حضرتك بس والله. لا 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 خالص، انا تحت امرك، اساليني. لا لا صدقني، انا بس بتصل اسال على حضرتك واسلم عليك بس. اشكرك، ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك يا رب، الله يكرمك. انا طبعا مش عارف اقول لك غير ان انا اشكرك، كنت متخيل ان هتساليني عشان انا اجاوب على اسئله. ده شكل البسكويت اهو، اوعوا تقطعوه، هو سخن كده.
هو خد ال 12 دقيقه واستوى بالشكل ده اهو اهو. هنيجي نعمل ايه بقى؟ اول ما يبرد معايا في الثلاجه هنقطعه بالسكينه او بمقطع او بسباتول، بس طبعا انا مش هقطع دلوقتي، انا بوريكم. نبدا بالحرف، نبدا بالحروف الاول عشان تسيب، لانها طبعا اللبن المحلى والمكثف بيخليها تلزق في الصينيه بتاعتي. وبعد كده بقطعها زي ما انا عايز. عايزين تقطعوها دوائر، تقطعوها مربعات، زي ما تحبوا، بس ده هو ده شكله النهائي. ايه البن اللي على الوش ده بقى؟ الشوكولاته. ايه اللي تحتيه؟ جوز الهند وعين الجمل واخيرا البسكويت. فاحنا هنعفره بالكاكاو كده عشان يبقى جاهز للاكل، الناس ما تتعبش يعني، هنا بيتعبوا قوي وهم بيقطعوا كده. حبيبي لا 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 عادي، احنا لازم نقول كل حاجه. بص بص يعني عايز اقول حاجه بس يا نقل عشان خاطر والله العظيم انا ما بكذب، وانا بكلمكم دلوقتي وانا عارف ان في الاف ممكن ملايين بيتفرجوا عليا، لكن انا بحس ان انا في وسطكم، فببقى على طبيعتي قوي يعني، ببقى كاني قاعد في وسط المطبخ عندكم بشتغل معاكم، عمري ما حسيت ابدا بالغربه بيني وبينكم، عشان كده بتعامل بطبيعتي. طبعا هم عايزين اللي يقطع لهم، يعني انا بتكلم على اخواننا حبايبنا هنا عايزين يقطع لهم، عشان كده بقول هم بيكسلوا يقطعوا. احنا جاوبنا على الاسئله كلها اعتقد، والوقت معلش خلص. كان نفسي اقعد معاكم اكتر، لان انا امتع لحظات حياتي بقضيها معاكم، فبس هنعمل ايه بقى، هي كده الحياه، الحياه هي كده. بشكركم على حسن اصغائكم، ودايما بقول يا رب نكون قدمنا لكم معلومه ولو بسيطه. ودايما بقول هاخد نص دقيقه يا نقلي، بس انا بفكر اعمل حاجه جديده، وزي ما في بنك الطعام وبنك الشفاء وبنك الدواء و و و و نفسي اعمل بنك الحب، ده اللي بنفتقده. امنيه حياتي ان انا الاقي مجموعه تشترك معايا ونعمل حاجه اسمها بنك الحب. لازم يبقى في حب بيننا علشان خاطر نبني مستقبل بلدنا. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير، وزي ما بقول يا رب نحب بعض. سلام عليكم.